البعض يتساءل ما هو تفسير بعض ممارساتك وتصرفاتك من تصفيق في المجلس؟ البعض يعتبرها مبالغة. هل هي ردة فعل؟ يعني حتى الصور كثرت، الصور في حسابك كثرت. أوكي. شنو تفسير هذه الممارسة التصرفات؟ هل هو استياء مثلاً؟ يعني أنت متضايق وقاعد تتعمد هذه المتصرفات؟ ولا هو التحول من شخصية لشخصية؟ لم يتغير في رأيي أو موقفي شيئاً واحد، ولكن ممارساتك تغيرت. لا لا، ولا ممارسات. إذا صفقتها أليس سلوكاً شخصياً؟ زين بالله أنا لابس زجاجة صفرة وأنت معاجبتك، شلون يعني؟ لا، مو من حقك أنك تدخل في شخصي. أنت تحكم على تصرفي السياسي، أنا شنو أكل، شنو أشرب، شلون، هذه أمور خاصة فيه. وبعدين أنا وجهت لي عبارات أمام الشعب الكويتي، أنا اعتبرت أن المسألة هذه تفترض علي أن يكون لي موقف. إذن هي ردة فعل. طبعا ردة فعل على أي واحد بيقدم لك، لو الواحد الحين هذا الأخ اللي جابنا شاي المفروض نقول له شكرا. نعم زين يعني